النهارده اللجنه بدات شغلها وراحت بالفعل، كان في يعني معلومات وتجميع الفتره السابقه، لكن النهارده بداوا يوم طويل جدا في اتحاد الكوره. احنا المفروض حاطين توقيت لغايه الخميس يكون يعني النتيجه ايه، وبناء عليها يعني نوضح ده للراي العام وايه اللجنه الاستشاريه اللي تقول، مش انا اللي هقول يعني. وكمان تواصلنا، يمكن وصل لنا جواب تاني النهارده من النادي الاهلي يعني بناء على بيتتبع يعني، واحنا بعتنا له جواب نقول بكره ان شاء الله في برضه هيكون في زياره للنادي الاهلي من اللجنه تشوف برضه وتتابع شغلها. واكيد هيبقى برضه احنا ما لناش صفه مباشره مع الاتحاد الافريقي، لكن هيكون في يعني تواصل مع الاتحاد الافريقي. الجوانب سواء الرقابه والجوانب الماليه وجوانب الضمانات الحكوميه ده دور الوزاره يعني بحت، واحنا هنتابع دوت. وطبعا يمكن الفترة اللي فاتت المؤشرات كلها كانت واضحة قدامنا، سواء في المكاتبات اللي احنا يعني وديناها بصور الخطابات يعني، وعلى الأقل الرأي العام يعني عرف الوضع وايه الشكل يعني. لكن الخميس إن شاء الله يعني يكون الموضوع ده منتهي.